خطه لكابتن فريق الشاوميل حوالي 3 بوينت لفريق الشاوميل واللاعب باسكت الا ليقدر يامن الفاول ومن بعدها يجرب يسدد الاولى بسجل كمان بسجل الثالث ثالث 3 بوينت لكان ثلاث طاقم بجرب باسكت ما معقول ما معقول شو عمل تلال ستوغلن تلال ستوغلن رد بنفس الطريقه مثل ما عمل كار لكن عمل شغله زياده تلال سجل مع الباكورد حصل على الفاول صار رصيده 10 نقاط بست دقائق و 42 ثانيه عم يعمل دبل فيجر بالنار لعبه الباكورد قدي يفتح فيها تلال ستوغلن ممكن يصير رصيده 11 هذا الشيء عم يعمل هو اللي بيعمل يقطع الطابق وصلها لتيرال وتيرال صار رصيده 13 وصل هلا بالمباراه كمان تيرال تسديده ثلاثيه لا 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 معقول بلا مباراه تيرال تيرال بسجل تيرال بسجل على الارض 19 نقطه لستوغلن بدل المدرب غسان خفيف بيلي سمون تيرال خطا لطلع تيرال ستوغلن على الارض 3 بوينت ستوغلن 19 نقطة وعشان يحصل هلا بالدليل نقطة 20 وهي المباراة بشكل ما ببلش يتعب أكثر ستوغلن بيعمل ستيل بروح على السلة وبسجل نقطة للاعب تيرال ستوغلن أقرب واحد له بسجل نقطة ومحاولة كمان تيرال ستوغلن تيرال عم يطلع لبرا عم يطلع برا مع نادي سادي بيقطع اللاعبين بسدد تيرال ستوغلن لا 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 معقول ستوغلن بيعمل كنترول اللي رسته ببر لا تيرال ستوغلن يلي بسدد على الارض بسدد تيرال ستوغلن الطابه لقت بالرم عليت ورجعت تاكلت لكن تيرال ستوغلن ما خلي ابدا يتهدف يا كمان تيرال ستوغلن بسدد تيرال لا 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 مش معقول وكيفن عم يمسح بتسجيل نقطة 15 تيرال ستوغلن تيرال ستوغلن بروح فيدو لشمال باسكت إلا تيرال ستوغلن أرقامه لستوغلن لحظة ملا سلالوم وهلا نحن بأيام الشتاء سلالوم ممتاز قدر يعمله وهيدي أربعين نقطة لستوغلن فرصة لفريق هيك يتقدم مع نهاية الكوارتر الثالث تيرال بيستلم تيرال بسدد على الأرض بسدد لا 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 ما معقول شو عم يعمل تيرال ستوغلن 83 77 فريق جاهزين لخمسة لصالح أصحاب الأرض تيرال ستوغلن ستوغلن هلا كروس أوفر بسدد غير دفاعه بإيدي سامون تيرال ستوغلن تيرال ستوغلن صار ستوغلن كمان من أنصار على تيرال تيرال بسدد تيرال ستوغلن عم يسجل التاسع 51 نقطة لتيرال ستوغلن مش قطع عاملهم خليه عم تحاكوا ونقطه 59 ممكن يعمل 60 نقطة حاليا و 60 نقطة فاتيك محمود مقطوعة من تيرال ستوغلن طبعا كان ممتاز فاتيك محمود وسميره ستوغلن بيسدد على الأرض لا 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 لاعب تيرال ستوغلن 63 نقطة وهيعمل المدير على الأرض بيسجل كمان فرقة بيسجل نيكولوس تيرال ستوغلن بيحاول لا مش معقول تيرال ستوغلن 62 نقطة
هاني بيسجلها كمان. تكبير عم يبتعد اليوم. 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 تكبير عم يبتعد اليوم.